مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كعاده اخبار اون تايم، وزي ما انتم عارفين بقى خلاص هيكون لينا كده جوله مع اخبار منتخبنا الوطني وكل ما يخص منتخبنا في بطوله امم افريقيا، اللي ان شاء الله يكون النهارده لقاء مهم جدا ولقاء ايجابي ونتيجه ايجابيه لمنتخبنا. كمان هيكون معانا كل ما هو جديد في الساحه المحليه والعالميه واخر اخبار الالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس اللي بتجمعنا هي الرياضه. في البدايه نبدا حلقتنا باهم وابرز العناوين. الليله المنتخب الوطني يواجه غانا في مباراه حاسمه بامم افريقيا. الزمالك يخوض مرانو الأول اليوم بمعسكر الإمارات، والسفير المصري يزور البعثة. الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية اليوم قبل السفر لمعسكر الإمارات. مواجهة عربية مرتقبة بين فلسطين والإمارات في كأس آسيا. من أهم العناوين نبدأ مع بعض أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية. البداية نستعرض مع بعض لقاءات اليوم من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في كوتيفوار. اللقاء اللي لسه خلصان من ثواني، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. غينيا الاستوائية قدرت تفوز 4-2، ومتهيألي حتى الآن ده أكبر حصيلة من الأهداف في البطولة. عندنا لقاء كوتيفوار ونيجيريا اللي هيكون لقاء قوي جدا الساعة 7، في لقاء مصر وغانا وده اللقاء اللي يهمنا النهاردة الساعة 10. إن شاء الله مصر النهاردة تحقق فوز أول في دور المجموعات. خلاص ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن رؤية منتخبنا الوطني. ماتش قوي جدا أمام غانا، فرصة مهمة جدا النهاردة الساعة 10 في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا في كوتيفوار نصحح الأخطاء. مباراة أشبه بالفاينل. نظرا لإيه؟ نظرا لقوة المنتخبين تاريخيا. المنتخبين عندهم دايما صراعات طويلة جدا وعندهم أسماء كبيرة جدا وتاريخ حافل بالألقاب والإنجازات داخل القارة. المنتخبين داخلين الماتش ده بمواجهة ما ينفعش فيها الاسم على اتنين. الماتش على الورق ينفع فيه تعادل، ولكن غانا بعد ما تعرضت لخسارة في أول لقاء وكانت مفاجأة من أكتر المفاجآت اللي حصلت في البطولة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى، ده كان لازم تفوز الماتش التاني. مصر كمان بعد ما حصل مفاجأة والتعادل أمام موزمبيق في نفس الجولة فخلى الماتش ليه طعم تاني، خلى الماتش فيه شراسة، فيه ندية أكتر من الأول، خاصة إن خسارة أي منتخب فيهم هتصعب الأمور جدا في الماتش اللي بعديه، والتعادل هيخليك ما بتفكرش في أي حاجة غير إنك تفوز في الماتش الأخير، بالنسبة لنا طبعا أمام كاب فيردي أو كمان الناحية التانية غانا أمام موزمبيق. فإن شاء الله النهاردة الماتش يكون لصالح منتخبنا الوطني. وعلى فكرة ماتش أو فريق بقى أو منتخب كاب فيردي ظهر بشكل قوي جدا جدا، فما تقدرش تقول أنه هو هيكون ماتش في المتناول. فيتوريا هيحافظ بنسبة كبيرة على الشكل اللي لعب بيه أمام موزمبيق باستثناء تغيير أو اتنين في التشكيل. نتمنى يكون الشكل اللي يوصل ليه مستر فيتوريا هو الأنسب للقاء النهاردة. ما ينفعش نكون بنتكلم على لقاء مصر وغانا ما نروحش للتاريخ. التاريخ بين المنتخبين بيقول ايه؟ اربع مواجهات تاريخيا، مواجهات لمنتخبين في كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة النهارده. منتخب مصر قدر ان هو يحقق الفوز على نظيره غانا في مباراتين، وخسر في مباراة واحدة ولقاء
وحيد كان فيه تعادل، وكان آخر لقاء جمع بين منتخب مصر أمام منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية جابون 2017 بدور المجموعات، فاز منتخب الوطني بهدف نظيف لو فاكرين سجله محمد صلاح. إن شاء الله النهاردة مش صلاح بس اللي يسجل، أكتر من لعيب يسجل ونقدر نحسم الأمور بدري مش زي الماتش اللي فات، لأ نسجل في الأول وكمان نسجل جون تاني ونريح نفسنا من البداية. لسه مع أخبار منتخبنا ولقاء غانا وعقب محمد صلاح جلسات مكثفة مع اللاعبين طوال الساعات الماضية، طلب منهم ان هم لازم يركزوا داخل الماتش ولازم يركزوا ان هم يصالحوا الجماهير، ده دور الكابتن. والسلام لما يكون الكابتن بتاعك حد أيقونة، حد أسطورة مش بس في القارة ولا في مصر، لا بالعكس في العالم. كمان فيتوريا ألقى اليوم محاضرة من الفيديو من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف المنتخب الغاني بجانب شرح طريقة اللعب للمنتخب الوطني، واتكلم معاهم إزاي نقدر نواجه الفريق، وقال لهم لازم نصحح أخطاء لقاء موزمبيق علشان نعرف أكتر تفاصيل استعدادات منتخبنا. معانا زميلنا العزيز أيمن مصطفى من كوتيفوار من مقر منتخب مصر. يا أيمن طمنا على الأجواء وطمنا على التركيز هناك، وإن شاء الله يكون كده يوم جميل ويوم إيجابي للكرة المصرية النهاردة. الزميل العزيز محمد قاضة، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من داخل فندق إقامة منتخبنا الوطني، وقبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة اللي الكل رفع شعار انها لا تقبل القسمة على اثنين حتى في حال ان التعادل، طبعا لن ينهي على امال منتخبنا الوطني تماما، لكن الكل اتفق انه لا بديل عن المكسب ولا بديل عن تصحيح المسار في لقاء اليوم، لان المنتخب لما جه هنا في ابيجان كان عنده هدف واحد وهو انهاء اللقاءات الثلاثه في دور المجموعات والمنتخب على قمه مجموعته من اجل ان يستمر في ابيجان، لان بعد الشر لا قدر الله طبعا في حاله التاهل كتاني او ثالث هيبقى في العديد من التنقلات داخل كوت ديفوار، وده من شانه اللي هو يرهق لاعبي منتخبنا الوطني. لكن احنا في الوقت الحالي خلينا واقعيين، هدفنا الاول ان احنا ناخد الامور خطوه بخطوه، الخطوه الاولى هي نتيجه ايجابيه امام المنتخب الغاني، وده اللي الكل بيسعى اليه في لقاء اليوم، والكل بيسعى الى تعويض ومحو الصوره السلبيه وما حدث خلال لقاء موزمبيق. وانا بكلمك يعني ما زالت الاغاني الوطنيه يعني شغاله داخل فندق الاقامه، اللعيبه كانت بتتناول وجبه الغداء من حوالي ساعتين ونصف وهم بيتغدوا، كان الاغاني الوطنيه شغاله، عمرو دياب، حسين الجسمي، كل الاغاني الوطنية الجميلة المحفزة جدا، وكان هدف مدير منتخبنا الوطني محمد غرابة من ان هو يشغل البلاي ليست او القائمة اللي فيها كل الاغاني الوطنية دي، ان هو يدخل اللعيبة في مود اللقاءات وان هو يشجعهم ويحفزهم بشكل كبير جدا قبل الدخول على الموقعة الهامة. النهاردة البرنامج كان كالتالي، تناول وجبة الافطار في تمام التاسعة، وجبة الغداء في تمام الواحدة والنصف ظهرا، وبعد حوالي نص ساعة يعني في تمام الخامسة هيكون في طبعا بتوقيت أبيجان، السابعة بتوقيت القاهرة هيكون في الاجتماع الفني الاخير من قبل ريبي فيتوريا عشان يطلع اللعيبه على التعليمات الفنيه الاخيره والتشكيل اللي هيخوض به اللقاء والقائمه اللي هيتم استبعاد منها اربع لاعبين. طبعا من قائمه المنتخب ال 27 لعيب يتم اختيار 23 لعيب لقائمه اللقاء، وفي تمام السادسه بتوقيت ابيجان هيتحرك اتوبيس المنتخب اللي احنا شايفينه ورانا ده عشان يتوجه الى استاد فيليكس هوفوا بواني، الاستاد اللي هتقام عليه مواجهة اليوم المرتقبة، اهتمام إعلامي شديد من الجانب الغاني اللي يعني أعتقد أن الجالية أو المجموعة الصحفية التواجد الإعلامي الغاني ضخم جدا إلى جانب التواجد الإعلامي المغربي السنغالي والكاميروني، دول أكبر بعثات إعلامية موجودة هنا في أبيجان لتغطية أخبار البطولة بشكل عام وأخبار منتخباتهم. ولما بنتكلم مع الصحفيين الغانيين اللي عندهم يعني احترام شديد لا تتخيله لنجوم منتخبنا الوطني، ويمكن البعض منهم يتذكر جيدا ما حدث في كوماسي في 2008 وفاكر كل نجوم منتخبنا الوطني، واحد من الصحفيين قال لي وجه لي التحية لحسني كابتن حسني عبد الرب، طبعا نجم نادي الإسماعيلي واللي كان أفضل لاعب في عام 2008، وحافظين كل أسامي نجوم الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني
عن ظاهر قلب، ويعني هم البعض منهم متفائل بالجيم والبعض الآخر من الصحفيين الغنيين بيخشى منتخبنا الوطني، وخاصة أن آخر مواجهة ما بين الطرفين في دور المجموعات كانت انتهت بتفوق منتخبنا الوطني بهدف محمد صلاح. عدد الجماهير المصرية المتوقع أن هو يتواجد في لقاء اليوم من أصل 4000 شخص، معالي السفير والقنصل وأيضا أستاذ ماجد الدباوي مسؤول الشركة المتحدة، حاولوا أن هم يوفروا أكبر عدد من التذاكر، لكن التذاكر لهذا اللقاء كانت في غاية الصعوبة، وكان في بعض الكلام أن كان عدد كبير منها كان نفد وتم تحويله للسوق السوداء، وما زال العديد من المشجعين بيحاول الحصول على تذاكر هذا اللقاء، ويعني هم وفروا حتى الآن عدد 500 تذكرة. نتمنى أن هم يستطيعوا التواجد في مكان واحد، ودي المساعي بتاعتهم في الوقت الحالي أن هم يخلوا التواجد بتاع الجماهير في مكان واحد عشان يكون تأثيره أكبر على اللاعبين المصريين. الأيام القليلة الماضية وبعد مواجهة موزمبيق كان الشغل الشاغل لروي فيتوريا علاج المشاكل الدفاعية. منتخبنا الوطني في الكان الماضية في 7 لقاءات تلقى هدفين، في هذه الكان في 5 دقائق فقط تلقى هدفين، وده اللي عمل بعض المخاوف لروي فيتوريا. ده مش معناه أن تشكيل خط دفاع منتخبنا الوطني هيختلف بالكامل، ولكن فيتوريا عكف على علاج الأخطاء الدفاعية خلال الأيام القليلة الماضية كسيستم الفرقة بالكامل وليس فقط كأفراد، ومتوقع أن التشكيل الخاص بمنتخبنا الوطني في لقاء اليوم لن يختلف عن تشكيله في اللقاء الماضي إلا في 2 أو 3 على أقصى التقدير. كل دعواتنا وتمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، ومن هنا من أبيجان تعود الكلمة إلى الزميل العزيز محمد طارق أضا. تفضل أيمن. أنا بشكرك جدا على يعني الرسالة المهمة دي، وقلت لنا كل حاجة كأننا متواجدين مع منتخبنا الوطني، ولكن في حاجة عايزين نسألك عليها، مش أنا لوحدي، ده كل المصريين هنا. يمكن الماتش اللي فات كان توقيته بدري شوية عن ماتش النهاردة، فكان فيه رطوبة عالية، درجة الحرارة حسناها شوية على لاعبتنا. هل لقاء النهاردة بالتوقيت اللي فيه النهاردة طمنا على الأجواء، هيكون إيه درجة الحرارة، الرطوبة هيكون نسبتها إيه، هيكون أسهل الماتش اللي فات، لاعبتنا تعودت على الجو اللي موجود في كوتيفوار ولا لسه؟ خلينا متفقين يا قضاء ان نسبة الرطوبة عالية في كل الاوقات، ما بتختلفش صباحا ام مساء. ممكن نزول الشمس يخلي الجو بيبقى اهدى شوية، نسبة الهواء تبقى عالية شوية، يعني وانا بكلمك دلوقتي في شوية هواء حلوين، لو طبعا في توقيت إقامة لقاء المنتخب مع غانا كان الجو شبيه بالجو ده، لا هيبقى أفضل بكتير جدا من توقيت لقاء موزمبيق وقت يعني ماتش موزمبيق. عايز أقولك إحنا وإحنا بنشوف الماتش من المدرجات كنا قاعدين مجهدين جدا، يعني الواحد كان فعلا فعلا مشفق على اللعيبة، وطبعا يعني أي مجهود هنا بتبذله مسافة مشي طويلة شوية بتشعر بإجهاد شديد، طبعا نسبة الرطوبة عالية، ولكن كما أجمع الثنائي روي فيتوريا وكابتن محمد الشناوي إن أحوال أو حالة الطقس الصعبة وكل الصعوبات اللي موجودة في البطولة على كل الفرق، يعني مش على منتخبنا الوطني وحده، والمجموعة اللي موجودة من اللعيبة أغلبها لعب في الأجواء دي من قبل، وبالتالي حجة الجو لم تعد موجودة ولم تعد مقبولة، وده اللي قاله أصلا لعيبة منتخبنا الوطني من قبل لقاء غانا. لكن النهاردة أطمنك أن الوضع كجو أفضل بعض الشيء من حالة الجو في لقاء موزمبيق الماضي، ونتمنى في كل الأحوال أن المنتخب يوفق أيا كان شكل الجو هيكون عامل إزاي في توقيت اللقاء. يعني شكرا جدا ليك يا أيمن، والواحد كان متفائل شايف وراك، متفائل شايف وراك في نسمة هوا كده، الشجر والأعلام بتتحرك، إن شاء الله يفضل الهوا ده مكمل طول أحداث اللقاء، وزي ما أنت قلت إن شاء الله النهاردة منتخبنا مهما كان الأجواء يفوز بأي نتيجة، وده اللي احنا محتاجينه النهاردة. شكرا جدا لزميلنا العزيز أيمن مصطفى من مقر منتخبنا الوطني في أبيجان. خلينا نروح نكمل أخبارنا، وتحديدا دلوقتي مع نجمنا محمد صلاح اللي في أي وقت وفي أي مكان لازم الأرقام القياسية تكون معاه، الأنظار كلها تكون مع محمد صلاح. محمد صلاح شارك حتى الآن في 69% من أهداف منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ مشاركته الأولى مع منتخب في كأس الأمم الأفريقية عام 2017 بعد تسجيله للهدف الثاني ضد موزمبيق. يكون صلاح ساهم في 11 هدف من إجمالي 16 هدف بإحرازه 7 أهداف وتقديم 4
تامر الرايد حاسمة، رفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 7 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، ليتقاسم المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية مع النجمين المعتزلين علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد. وبيبحث اليوم محمد صلاح عن الهدف الثامن إن شاء الله، نتمنى النهاردة الهدف الثامن والتاسع، أي أهداف النهاردة تكون لمنتخب مصر صلاح أو غير صلاح، بس نتمنى كمان صلاح يسجل ويوصل أكتر بالأرقام ويبعد صلاح حاليا بفارق 5 أهداف خلفا طبعا للنجم الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي لمنتخب الفراعنة في البطولة ب 12 هدف. كمان أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الأفريقية بعد ما سجل هدف في نسخة 2017 وزيه سجل أهداف في نسختي 2019 و2021 وسجل كمان في النسخة الحالية يعني 2017 و19 و21 وكمان النسخة الحالية هي النسخة الرابعة. نروح لمعسكر منتخب غانا اللي بيختتم استعداداته بقى لمواجهة منتخب مصر. طبعا منتخب غانا تعرض لخسارة مفاجأة في الجولة الأولى، ما كانتش مفاجأة بس لغانا، مفاجأة للقارة كلها أمام الرأس الأخضر أو كاب فيردي بنتيجة 2-1. يبحث بقى نجوم طبعا منتخب غانا عن تحقيق الفوز علشان يحافظ على حظوظه في التأهل للأدوار القادمة. طبعا المباراة هتكون صعبة جدا أمام منتخب مصر، إن هو كمان منتخبنا عايز يفوز عشان يطمن نفسه ويكون أول فوز ليه في دور مجموعات. واعترف كريس هوتون مدرب غانا أن فوري حارس المرمى أنقذ غانا من فرصتين محققتين، كان ممكن النتيجة تكون أكتر من كده أمام كاب فيردي. وأكد المنتخب مصر ليه تاريخ كبير جدا في كأس الأمم أنه هو هيحاول يصحح الأخطاء اللي حصلت في المباراة الأولى ويقدم المنتخب مستوى أفضل في مواجهة منتخب مصر. نتمنى ما يصححش كل الأخطاء ومنتخب مصر يقدر يوصل ويقدر يسجل. معنا كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حارس مرمى منتخب مصر السابق، أهلا بيك يا أبو الكباتن. طبعا معنا عبر زوم من لوس أنجلوس. صباح الفل يا أبو الكباتن. صباح الخير يا محمد، أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك. أولا عايزينك تطمنا على أحوال المنتخب النهاردة، وأنا دايما بتفائل بحضرتك، حضرتك دايما بكون صريح بس بنتفائل بصراحة حضرتك، فالنهاردة كده طمنا هتشوف الماتش إزاي وشايف منتخب مصر يقدر يفوز النهاردة باللقاء إزاي؟ ان شاء الله الاهم حاجه الروح اللي افتقدناها الماتش اللي فات، هو كان بس انا شايف تعرف الهبد كتير في مصر، وللاسف معظم الاعلاميين او مش كلهم طبعا بس معظم اللي هو اللي بيفقد انتماءه على المنتخب، يعني اللي هو الاهلاوي يقول لك ده مش عارف ايه ده كان لازم يلعب، الزمالكاوي يقول لك ده ما بيلعبش، ونسينا خالص منتخب مصر. احنا لازم نقيم بمصداقيه، نسيب الالوان، نسيب الكلام ده، دلوقتي احنا في البلد مش اهلي او زمالك او محل او اي حاجه. اولا انا شايف يعني الماتش اللي فات ده خلاص، يعني لعيبه مصر لو رساله لو من انت ما تقدرش تغير التاريخ، التاريخ انكتب خلاص، التعامل ما تقدرش تغيره، بس تقدر تغير المستقبل، الماتش اللي جاي في ايدك، وانك انت الروح بتاعتك بتاع مصر، لان زي ما بقول لك احنا في مصر انا مرن 3 منتخبات ما شفتش يعني ما بين منتخب امريكا، منتخب كندا، منتخب مصر. منتخب مصر بأي فرقة في العالم هو الأول في الروح، باللعيب المصري ساعة ما بيلبس فرقة منتخب مصر وبيلعب باسم مصر بيبقى عنده روح قتالية مش موجودة في أي فرقة تانية. فالحتة دي افتقدناها الماتش اللي فات، هي اللعيبة إن شاء الله قدامها الهدف إن احنا لازم نكسب، لأن حتى لا قدر الله التعادل مش لمصلحتنا، لأن التعادل دلوقتي غانا هتلعب موزمبيق الماتش اللي فات هتكون أسهل شوية، احنا نلعب كاب فيردي فرقة صعبة، فان شاء الله يعني انا العب من المكسب، بس في فرق ما بين التسرع وتلعب بسرعه، تلعب بسرعه ما تتسرعش عشان عايز تكسب، احنا نهدى ونخلي الماتش اللي جينا مش احنا اللي نروح للماتش، بس ال 50-50 بول اللي هو الكور مشاركه 50 اللي هيكسبها هو اللي ان شاء الله النهارده. انا شايف ان وجهه نظري ال 50-50 بول اللي هيستخلص اكتر هو اللي هيكسب، هيبقى اللي عنده الفرصه الكونتر اتاك والفرصه اللي يبدا هجمه، فانا شايف ودي بتيجي من الروح، كره حتى مش بتاعتي انا اخش فيها، اخش بالكره جامد، العب جامد على الكوره، هاخدها استخلصها، هي الروح دي اللي موجوده اللي هتفرق معانا ان شاء الله. فانا شايف ان شاء الله ومتفائل باذن الله ان شاء الله 11 لعيب، اي 11 هيلبس الفانلة بيمثلوا مصر، مفيش اي انتماء يمثلوا مصر، وان شاء الله نكسب ان شاء الله، والمفروض ان احنا نكسب ان شاء الله.
لا هو كده كده خلاص يعني، طالما منتخب مصر بيلعب مفيش انتماءات، والبطوله اللي فاتت محمد صلاح اتكلم في النقطه دي اكتر من مره، متهيألي خلاص الناس اتعلمت. ولكن احنا شعب كله بيحب الكوره، والشعب المصري كمان ما يقدرش ما يقولش رايه، مش بس يتكلم، لا عايز يقول رايه وعايز يتكلم في الفنيات ويتكلم في بعض التفاصيل. الماتش اللي فات هل يكون درس للاعيبه منتخب مصر ان الماتش اللي جاي ماتش النهارده هننزل مركزين 100%، هيكون في انضباط دفاعي، انضباط هجومي، حفاظ على الكوره، هيكون في تركيز في ادق التفاصيل، هنعتبر اللقاء موزمبيق زي ما حضرتك قلت خلاص ده تاريخ والتاريخ انتهى مش هنقدر نرجع له، لكن نقدر نكتب الحاضر بتاعنا ونكتب المستقبل بتاعنا. فهل الماتش اللي فات هيكون بمثابه درس قوي لاعيبه منتخبنا ان احنا النهارده ننزل بكامل قوتنا وكامل تركيزنا؟ طبعا طبعا طبعا. اذا بس زي ما اقول لحضرتك، مش عايز الضغط يكون ازيد من اللازم، اي شيء ازيد من اللازم ما بيقلب عكس. احنا اتعلمنا من اخطائنا ودرسنا اخطائنا ونشوف الفرق الغنى ايه نقط ضعف قوه، وزي ما قلت لك حته انك هتضغط نفسك انا لازم انزل ومش عارف ايه وهعمل وهعمل، وبعدين تيجي لا قدر الله كره كده ولا كده تركزك تبعد عن تركيزك وتفقد تركيزك. لا احنا عايزين التركيز، التركيز اهم حاجه مع الهدوء، مع الهدوء تركيز في وهدوء عالي. طب كباتن الفريق وطبعا الكابتن محمد صلاح اكيد جلسات هتكون مهمه جدا والكلام بينه وبين اللاعبين مهم، شايف دور محمد صلاح ايه في الكام ساعه اللي قبل اللقاء دول خارج الملعب؟ دور محمد صلاح مش بس الماتش ده، دور محمد صلاح في كل وقت. مش انا يعني انا متخيل صلاح دلوقتي مش بس يقعد مع، هيقعد مع لعيب لعيب، هيقعد يتكلم، هيقعد يقول وجهة نظره، وهو يعني هو مش صريح وممكن يجي في الوش ويقول، بس هو طبعا هو بيبان ان هو كيوت. لا ان هو محمد لما الدنيا بتكهرب، لان الاول بص محمد اكتر واحد لا قدر الله حصل حاجه، اكتر واحد هينضر هو، اكتر واحد عايز ان ناخد بطوله افريقيا محمد صلاح، عشان في ناس انا شايف ناس بتشكك في مصر في محمد صلاح من ليفربول، محمد صلاح مصر، لا اكتر واحد مستفاد ان مصر تكسب ومصر تاخد البطوله هو محمد صلاح. فمش عايزين نزايد، مش عايزين نزايد على وطنيه اي لعيب في مصر. زي ما قلت لك قبل كده بدات كلامي ان اللعيب المصري، اي لعيب مصري بيلبس الفانله بتجيله روح كده غريبه، الفانله دي لها روح غريبه. صحيح. فانا يعني بقول لك برادلي، احنا كنا في سنه 2011 و12 في اسوء ايام التفاهم وايام اللي ربنا ما يعيدها تاني على مصر ان شاء الله. وكان اسوء ايام، واللعيبه ما كانتش بتاخد فلوس ولا لبس ولا اي حاجه، وكانوا بيجوا بصراحه. فعشان كده الراجل برادلي قعد قال لك انا ما اسيبش فرقه بالروح دي لو فلوس الدنيا والاخره. فانا شايف ان الروح دي هي اللي هتفرق معانا ان شاء الله النهارده باذن الله. ان شاء الله روح منتخب مصر دائما وابدا وروح الفراعنه دائما تكون حاضره ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه. كلمه اخيره كده للجماهير بقى، حضرتك فتحت كلامك وبدات كلامك برساله للجماهير، كلمه اخيره توجهها لجماهير الكره المصريه قبل اللقاء بساعات قليله. بس ما شوف الاهلاوي ما يشوف بعين منتخب مصر، الزملكاوي يشوف بعين منتخب محلاوي بعين منتخب مصر. انا مش شايف بس لان في نغمه، انا انت فهمت كلام محمد غلط الاول، ان هو ان انا بقول ان مثلا انه حتى من قدر الدين للاسف بعض النقاد المحسوب مثلا على النادي الاهلي او نادي الزمالك يطلع يقول لك ايه بتاع نادي الزمالك، يقول لك هو مثلا ده ما بيلعبش ليه، ده لعب ليه، بتاع الزمالك يقول لك لا ده زيزو لازم يلعب. شوف يحطوا انتماءاتهم في انتقادهم قبل اي حاجه. انا ما دام اهلاوي لازم بتوع الزمالك يلعبوا، لو الزمالك وحش ما اقولش الزمالك وحش، اقول بتاع الاهلي وحش. ده غلط طبعا، ده غلط. صحيح. ومحدش هيعرف الفرقة أكتر من فيتوريا دلوقتي. هو أكيد مستر فيتوريا عايز يختار القرار الصح، مستر فيتوريا مش عايز يبدأ بتشكيل غلط والنهارده كلنا هنرتدي تيشيرت منتخب مصر وهنرفع أعلام منتخبنا وهنشجع منتخبنا، وإن شاء الله النهارده ملايين المصريين في أنحاء العالم تشجع منتخب مصر. كابتن زكي شكرا لحضرتك جدا، كابتن زكي عبد الفتاح عبر سكايب من أمريكا كان معانا، طبعا من مدربين وحراسة المرمى في منتخب مصر السابقين، اتكلم معانا عن استعدادات منتخبنا النهارده، متفائل زينا إن شاء الله. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، استنونا. كرة
الفريق والتصويب والهدف وعرضية الاستلام والهدف مش ممكن يصدها يتألق يتألق عرضية الشاحنة ولكن الاستلام يسددها الاستلام هو كل الجمال هو 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 مش قالوا ولد مميز 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 لسه بقول لحضراتكم مميز امبارح كان ختام مباريات الجوله الثانيه من كاس رابطه الانديه. بعد ختام مباريات الجوله الثانيه الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا ضمنوا التاهل لدور الثمانيه بعد حصد العلامه الكامله وجمع 6 نقاط من اول جولتين. تعالوا كده نستعرض مع بعض مباريات الجوله الثانيه اللي شهدت طبعا منافسه كبيره جدا واهداف كتير وغزاره تهديفيه من معظم اللقاءات. اول لقاء الاتحاد والبلديه 1-0 للاتحاد، سموحه ومودرن فيوتشر تعادل سلبي، فاركو وزد 2-0 لزد، طلائع الجيش وبيراميدز 2-2، انبي والداخليه 2-1 لانبي، الاسماعيلي وسيراميكا 3-1 لسيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب وجونه تعادل ايجابي 1-1، البنك الاهلي والمصري تعادل ايجابي 2-2. لسه مع مباريات كأس الرابطة، مباراة فاركو وزد اللي انتهت بفوز مهم لنادي زد النتيجة 2-0، النتيجة دي أنعش بيها فريق زد حظوظه من جديد في التأهل لدور الثمانية. تعالوا نشوف ردود الأفعال واللقاءات ما بعد المباراة ونكمل كلامنا. بقول الحمد لله، الله يبارك فيك. مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، الماتش اللي فات ما كانش فيه نصيب، لعبنا الجيش وكان يعني لحد ما اللعيبة أدت وضيعنا جوان كتير. النهارده قدرنا نعوض، فريق فاركو فرقة محترمة، الفرقة محترمة معاهم كابتن أحمد خطاب مكمل مدير فني كويس. النهارده اللعيبة أدت ويمكن نفذوا تعليمات كابتن مجدي اللي قال عليها، احنا ممكن نجيب جون في أي وقت حتى في آخر الماتش، ممكن نموت ماتش في الدقيقة الأخيرة وده اللي حصل. الحمد لله وثلاثة بونت مهمين جدا، ان شاء الله باذن الله نقدر نصعد الدور الثاني ان شاء الله. ده اللي قلناه، قلنا الشوط الاولاني هنطلع ب 1-0، الشوط الثاني ما نرجعش، عايزين ناكد الفوز ونضغط من قدام. يمكن اللعيبه شويه كانوا عملوا تغييرات، ضغطونا شويه بالكرات اللي عليها، عملنا تغييرات الحمد لله، قدرت رشيد يجيب الهدف الثاني وده طبيعي، يعني اللعيبه عاوز يحافظ على الجون فرجعنا شويه، اللعيبه رجعت ده طبيعي في اللعيب المصري يعني. ودي يعني كابتن مجدي لهم تعليمات اللي احنا ما نرجعش، نضغط من قدام. يمكن هم ضغطونا شويه بس الحمد لله قدرنا نرجع بهدف تاني ونموت الماتش يعني. الحمد لله رب العالمين، طبعا بنشكر ربنا، اكيد فوز مهم جدا، كنا جايين النهارده خسرانين الماتش الاولاني فكان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكسب النهارده عشان نقدر نكمل في البطوله. فاعتقد النهارده المباراه طبعا صعبه وبرده بره ملعبك والملعب مش احسن حاجه، بس ربنا كرمنا الحمد لله النهارده اللعيبه كانت كويسه ورجاله، ودخل علينا لعيبه لسه من يومين وكلها لعبت النهارده، فبرضه لسه الموضوع محتاج وقت وتجانس اكتر، بس الحمد لله 3 نقط مهمين نكمل عليهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. والله لا احنا بص يكاد يكون يوميا بنتكلم مع بعض وبنتكلم مع اللعيبه وبنحاول نوصل لهم طموح النادي وطموح الجهاز ونفسيا طبعا اكيد احنا تاثرنا الماتش اللي فات ان احنا طلعنا بنتيجه مش ايجابيه، مع اننا عملنا الى حد ما ماتش كويس. اتكلمنا مع بعض كلنا ان احنا محتاجين نرجع تاني نعمل ماتش كويس عشان نكسب عشان نقدر نكمل في البطوله، وكان في دوافع وحوافز عندنا كبيره ان احنا نكسب النهارده، عشان النهارده لو كان حصل اي نتيجه غير ايجابيه ما كناش هنكمل في البطوله. فالنهارده الحمد لله اللعيبه رجاله، الاضافات اللي دخلت علينا مهمه جدا تقدر تساعدنا، وادينا شفنا النهارده رشيد اول مباراه ليه وبيجيب الجول الثاني، فاللعيبه كلها هتفرق معانا الفتره اللي جايه. زي ما بقول لك 3 نقط مهمين ان شاء الله، عندنا المباراه اللي جايه بيراميدز اكيد مباراه صعبه، ان شاء الله برده نكسب عشان نقدر نكمل في البطوله باذن الله. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فعلا أدينا مباراة كويسة. في فترات في المباراة أوقات بيبقى التركيز فيها بيقل شوية، حصل بعد عدم التوفيق النهاردة في بعض اللعيبة ما كانتش في حالتها الطبيعية اللي كنا بنشتغل عليها الفترة اللي فاتت، ولكن أنا بشكر اللعيبة جدا ولحد دلوقتي كنت مجتمع بيهم في الأوضة بعد الماتش عشان أشكرهم على تنفيذهم وعلى أدائهم. احنا هنفضل نشتغل وهنتعب، توفيق ربنا هيجي. النهارده كان في عدم توفيق، فرص كتير جدا كان ممكن تغير الماتش بطريقه سهله جدا، ولكن انا بشكر اللعيبه كلهم
دايما بشكرهم على الحاجه الحلوه، الحاجه الوحشه انا اللي بتحملها. ولكن دخلنا ما بين الشوطين تداركنا اخطائنا، اتكلمنا في النقط اللي كانت مسببه لنا بعض مشاكل في الشوط الاولاني، اديناها بشكل كويس جدا. الشوط الثاني قدرنا نحط فرقه زد في نص ملعبهم، خلقنا فرص كتير جدا من كور عرضيه، من اختراقات من العمق، من تصويب. ولكن في الاول وفي الاخر التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. حاولت ان انا كمان اكثف الكثافه الهجوميه شويه في اخر دقيقتين ثلاثه خلاص في الوقت الضايع، استقبلت فيهم هدف تاني لا يعبر عن سير اي حاجه يعني، بس ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ببارك لفرقه زد وببارك لكابتن مجدي وللجهاز كله. ومباريات ايضا اللي كان فيها نديه كبيره جدا في الجوله الثانيه من كاس الرابطه كانت بين طلائع الجيش وبيراميدز اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. تعالوا نشوف لقاء مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز بعد نهايه المباراه. الحمد لله يعني، بس النتيجه غير مرضيه. جينا النهارده المكسب، والماتش اللي فات كان مكسب طبعا. اتخطفنا في الماتش الاولاني بتاع فاركو هدفين، لكن اللعيبه رجعت تاني واصرت انها تاخد نقطه. شايف من هي 2-0 ل2-2 يعني نقطه مرضيه في ظل ظروف الماتش. ماتش النهارده طبعا نتيجه مش مرضيه لينا كلنا، اتاخرنا بهدف. عندنا طبعا نقص في بعض الاماكن، في ناس تانيه ما فيش مشكله بالنسبه لي، لكن اتخطفنا في جول، نظمنا تاني ورجعنا بهدف، ورجعنا بالهدف الثاني. يعني انا شايف في الاخر في لا مبالاه من حاجات بسيطه يعني، حاجات خسرتنا فاول ملوش اي لازمه خالص، كان لو عدى الماتش خلص يعني. لكن اللعيبه انا اعتقد ان عملت ماتش كويس يعني، كله عمل اللي عليه يعني. ان شاء الله نبص بقى الماتش الجاي، لازم مكسب، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه للفتره الجايه. الحمد لله انا كنت مركز جدا بالتعليمات بتاعت الراجل، واللي انا مركز ان اعمل شغل المساك، ماليش دعوه بقى بنسى الديفندر خالص وبعمل شغل المساك. فالحمد لله يعني الواحد اجت فيها كويس الحمد لله. كان في مباراة أيضا جمعت بين البنك الأهلي والمصري انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد حالات من الجدل وحالة من الجدل التحكيمي. تعالوا نشوف ردود الأفعال بعد نهاية المباراة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على النقطة. ماتش حلو، ماتش حلو، فيه جوان كتير. احنا دايما بنحب حتى لما يحصل تعادل يحصل تعادل بجوان يعني. كنا اقرب للمكسب، ضيعنا فرص كتير جدا، اجوان اخطاء ساذجه من اللي دخلت فينا. فلكن بقول في الاخر الحمد لله نقطه بتقربك للصعود، تلعب فرقه محترمه معاها جهاز فني محترم، ضيعنا فرص كتير رغم الغيابات الكتير جدا اللي عندنا يعني. نحاول نحقق لجمهور بورسعيد ومجلس الاداره بطوله، لكن احنا واخدينها خطوه خطوه، نقطه زي ما قلت لك بتقربك، البطوله كويسه. نفكر، قفلنا على ماتش النهارده ونفكر في ماتش الجونه. رجع لنا لعيبه كتير، احنا عندنا غيابات كتير جدا، حوالي 7-8 لعيبه، لكن الحمد لله اللعيبه اللي موجوده ادت. النهارده برضه ضيعنا فرص كتير قوي الشوط الاولاني بالذات والشوط الثاني، لكن في الاخر كنت ممكن تطلع مغلوب في الاخر ضربه الجزاء. في الاخر الحمد لله نقطه مهمه جدا، نقفل الصفحه ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. لا طبعا الحمد لله اللعيبه بتتعب وبتعمل اللي عليها، وصدقني انا يعني احنا غيرنا طريقه اللعب لاكثر من مره وربنا وفقنا. حرام 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 الماتشين دول بامانه الله ظلمنا فيهم بشكل كبير جدا. احنا قلنا ماتشات الدوري ماشي، قلنا بنتظلم ما بيحسب لناش ضربات جزاء. انا لو عملت في كل الماتشات اللي لعبناها من مباراه الاسماعيلي وسيراميكا مش عايز اتكلم على الحته دي، انا هسيب الاداره تتكلم فيها. ولكن انا قلت لك اللي جوايا، لا في علامه استفهام تجاه البنك الاهلي. نروح لنادي انبي اللي حقق فوز مهم على حساب فريق الداخليه 2-1 وعوض خسارته في الجوله الاولى امام فريق سيراميكا. تعالوا نشوف لقاء مع لاعبي انبي ومديرهم الفني كابتن تامر مصطفى بعد نهايه اللقاء. الله يبارك فيك، بشكر اللعيبه وبشكر ربنا على المكسب. لسه طالعين من هزيمه برده، كان لازم نكسب الماتش ده عشان نفضل في البطوله. الحمد لله ربنا كرمنا يعني، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. اكيد طبعا بنلعب فرقه مش سهله يعني، فرقه كبيره وكسبانه الماتش اللي فات، كانت هي اول مجموعه بتاعتنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب النهارده. اول حاجه بحمد ربنا والله على الاجتهاد ده،
وشكرا طبعا للعيبه الكبيره دي اللي كملوا لاخر نفس. الحمد لله رب العالمين اشتغلنا من اول اسبوع، كان في درس ماتش سيراميكا اتعلمنا منه شويه اخطاء، وحضرنا في ماتش الداخليه ماتش كبير فرقه كبيره. فوز مهم جدا وجه في وقته، لان بعد خساره ماتش سيراميكا كان مهم جدا ان احنا النهارده نكسب عشان نقدر ندخل جوه البطوله تاني، وده الحمد لله رب العالمين اتحقق. بنقول مبروك للعيبه وللجهاز والمجلس الاداره، وبنقول النهارده لك نادي الداخليه عملوا مباراه كبيره النهارده، فالحمد لله رب العالمين. يعني استحداث البطوله دي بصراحه رائعه جدا، جايه في توقيت مناسب جدا جدا، فرض التوقف، فمش حاسين ان احنا ان الدوري موقوف، فمهم جدا ان انت في اجواء المباراه الرسميه تدي بعض العناصر اللي انت ما بتشتركش في الدوري، ودي الفائده الاكبر متهيألي من وجهه نظر انا الشخصيه في كاس الرابطه عن ان انت تاخد البطوله. يعني دوري مهم جدا ان انت تثبت نفسك، مهم جدا انك تقعد من بدري، انت شايف انت وكلنا ولاد صغيرين وكلهم ولاد لسه تاني موسم جوه الدوري الممتاز، فان انت بالولاد الصغيرين مقادين بالصوره دي ومقادين بالشكل ده، دي حاجه ترضيني جدا وحاجه مرضيه بالنسبه لي جدا، خصوصا ان شاء الله كمان ترتيبنا كمان ايجابي جدا وترتيبنا كويس جدا، فان شاء الله عايزين نحافظ على ان احنا نبقى ترتيبنا مميز جوه الدوري ونكمل ان شاء الله في الرابطه على قد ما نقدر. يعني لا بص، حسابات الرابطه زي ما قلت لك مختلفه شويه، لان احنا انت شايف النهارده، انت النهارده في 10 لعيبه مش موجودين، 10 لعيبه فعلا مش فعلا يعني بالمعنى الحرفي للكلمه يعني، والنهارده في ولاد صغيرين اول مره يلعبوا، لكن هي كاس الرابطه طموحنا مشروع فيها، لكن الاهم بالنسبه لنا واهم بالنسبه لاداره النادي ان احنا عايزين بس الولاد الصغيرين البدايل تبقى موجوده دايما، ودايما قطاع الناشئين بيمدنا دايما بلعيبه كويسه زي ما انت شايف النهارده، ودايما اللعيبه الصغيره ودايما اللعيبه اللي احنا بنحاول نطورها، فده اهم بالنسبه لنا من فوز بكاس الرابطه يعني. زي ما قلت لكم الجوله دي كان فيها غزاره تهديفيه، ثلاث لقاءات فيها اربع اهداف بس، اثنين تعادلات زي مثلا طلاع الجيش وبيراميدز، كمان البنك الاهلي والمصري تعادل ايجابي 2-2، ولكن اللقاء اللي كان امتع اسماعيلي وسيراميكا كليوباترا اللي قدر من خلال اللقاء ده سيراميكا يفوز بنتيجه 3-1 علشان يضمن التاهل للادوار القادمه، فاز 3-1 على نادي الاسماعيلي، نتيجه كبيره طبعا يحققها على نادي الاسماعيلي، كان لقاء ممتع جدا. تعالوا نشوف لقاءات مع بعض المباراه ونرجع نكمل كده. الحمد لله مكسب مهم، بنلعب فرقة كبيرة، فرقة الإسماعيلي أيا كان موقفها في الدوري، شايفين جماهير كبيرة، عارفين الماتش هيبقى مش بالسهولة اللي الناس متوقعة، لا ماتش صعب، تلعب الإسماعيلي في الإسماعيلية لازم يبقى ماتش صعب، بقول لهم هارد لك، فرقة صغيرة، فرقة طالعة إن شاء الله يبقى المستقبل أحسن من كده. إحنا الحمد لله ماشيين بخطة ثابتة من أول ما رجعنا من السوبر، كنا راجعين بخيبة أمل كده يعني، اللعيبة كان عندها شوية إحباط شوية، كابتن اتكلم معاهم، رجعنا عندنا طموح بطولة إحنا أبطالها الحمد لله، عينينا عليها وعينينا على الكاس وعينينا على موقف كويس في الدوري، وإن شاء الله إحنا شايفين اللعيبة في الأداء تصاعدي، الكرة الجميلة اللي حضرتك اتكلمت عليها دي هدف من الأهداف اللي إحنا شغالين عليها، وإن شاء الله نكمل على هذا المنوال بإذن الله. الأجواء بتاعت السوبر غيرت شكل الفرقة رأسا على عقب زي ما بيقولوا، دخلنا في منافسة، شفنا جماهير، أجواء تاني احترافية على أعلى مستوى، استفدنا طبعا، أي نعم ما حققناش المطلوب مننا هناك، لكن لا رجعنا بأهداف تاني جديدة، كابتن بيحط كل شوية أهداف تاني للعيبة، اللعيبة عندها طموح كبير، عارفين إن هم سكواد محترم وفرقة ابتدت تمشي بخطى ثابتة ودخلوا على التراك اللي مظبوط، وإن شاء الله نكمل على هذا المنوال في الدوري وفي الكاس وفي كأس الرابطة إن شاء الله. الحمد لله طبعا كنا مركزين على الماتش ده عشان يحسم الموقف بدري يعني، فكنا مركزين يعني الاسبوع ده ان احنا نخلص من الماتش الاسماعيلي، طبعا بنلعب قدام فريق كبير يعني برضو الاسماعيلي برضو ايا كان فريق كبير، فالحمد لله يعني المكسب اكيد طبعا ده الشغل اللي احنا بنشتغله يعني على طول الاسبوع، فمركزين على كده يعني مش نتيجه بس، لا نتيجه واداء، وان يبقى في تحسن على طول كل ماتش في كل بطوله، دايما مركزين على كده يعني. الحمد لله على المباراه والحمد لله على المكسب، والحمد لله ربنا كفينا يعني تعبنا وربنا كفينا بالماتش وخدنا اللي احنا عايزينه عن الماتش الحمد لله. والله الكابتن يعني بيتكلم معنا كتير ويعني كان بيقول لنا يعني اللي احنا نركز في الماتشات الجايه دي بس، وربنا كرمنا يعني وعملنا اللي هو قايل عليه بس، والحمد لله على الماتش.
خلينا نروح لنادي الزمالك وخبر هام جدا وعاجل لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. دائما وابدا في الايام الاخيره تحديدا من بدايه شهر واحد كل الناس بتتكهن، كل الناس عماله تسال نفسها امتى فك القيد، فك قيد نادي الزمالك. لحد من ثواني ودقائق قليله جدا اعلن مجلس اداره نادي الزمالك في بيان رسمي ان خلاص الموضوع انتهى. بشكل رسمي اعلن نادي الزمالك وقال في بيان كالتالي: بعد مفاوضات شاقه استهلكت وقتا طويلا كلفت النادي مبالغ طائله، تمكن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسويه جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كره القدم وبلغ عددها 14 قضيه. ويعلن المجلس انه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبه لجميع الاطراف سواء كغرامات او مستحقات متاخره أو أي مطالبات أخرى، وفي انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة. ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بكل الشكر والتقدير لجماهير نادي الزمالك العظيمة لدعم نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت، وبيعدوهم بتحقيق طموحات النادي بما يستحقها كواحد من أعرق وأقوى أندية الشرق الأوسط وأفريقيا. ده البيان أمام حضراتكم، بيان سعيد جدا لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، مش بس لجماهير نادي الزمالك بل لكمان الكرة المصرية. هاخد كلام من البيان ده، وزي ما تقال في البيان ده، الزمالك واحد من أعرق الأندية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، الزمالك قطب من أقطاب كرة القدم المصرية، الزمالك لما يكون عنده أكتر من 14 قضية، الزمالك نقدر نقول بدأ يخرج من مرحلة القضايا، يبدأ المرحلة الجاية يكون الزمالك يفكر، هبدأ أعمل معسكرات أكتر فين؟ هبدأ أجيب صفقات منين؟ يبدأ إدارة الزمالك وفريق الزمالك ولاعيبة الزمالك وجماهير الزمالك تفكر في بطولات، تفكر في انتصالات، انتصارات، ده كله يصب في مصلحة الكرة المصرية بكل تأكيد، لما يكون في منافسة، مش بين فريقين بس، لأ، بين زمالك وأهلي وبيراميدز واتحاد ومصري وزد وفيوتشر وأكتر من نادي، ده يكون في مصلحة منتخب مصر أولاً. نادي الزمالك عدى بمراحل طويلة جداً جداً جداً، مش عايز أقول من أنفاق مظلمة، سميها زي ما تسميها، سميها عنق زجاجة، سميها نفق مظلم، سميها عصر القضايا، عصر المناوشات، سميها تحت أي مسمى، حط أي عنوان، ولكن النهاردة الزمالك في انتظار أخيراً فك القيد والبيان الرسمي والإيميل الرسمي من الفيفا بانتهاء 14 قضية. نتمنى الفترة الجاية يكون في منافسة قوية جدا بقى بين كل الأندية، ونتمنى الأخبار الجاية كلها تكون سعيدة لنادي الزمالك. من الأخبار الجيدة للزمالك، موجود في الإمارات دلوقتي، وصل للمعسكر اللي هيكون موجود عشان يشارك في دورتين وديتين، في الأولى لبطولة نادي الوحدة الإماراتي والودية الودية بأبو ظبي، والمقرر إقامتها لفترة من 18 حتى 24 الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي الاتفاق السعودي وأم صلال القطري، وبعدها هيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير بجانب أندية الرجاء المغربي، الأهلي السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني. كابتن معتمد جمال طبعا استقر على اللعيبه اللي هتكون موجوده معاه، والنهارده الزمالك الساعه 5:30 عمل اخر تدريبه ليه، وهيكون في اجتماع علشان الزمالك يستقر، اجتماع فني عشان الزمالك يستقر على يوم السبت الجاي هيكون ازاي، عامل ايه، او اخر اجتماعات بقى هتكون موجوده الفني والاداري للقاء. كمان معالي السفير شريف عيسى سفير مصر في الامارات كان يعني اصر على زياره البعثه داخل نادي في نادي الزمالك في فندق الاقامه بابو ظبي عصر اليوم عقب الوصول، وعقد جلسه سريعه مع احمد خالد حسنين عضو مجلس اداره نادي الزمالك. طبعا نتمنى تكون رحله سعيده لنادي الزمالك، ويقدر نادي الزمالك يستغل الفترة دي بشكل جيد. نروح للنادي الأهلي، والنادي الأهلي كمان بيستأنف تدريباته الجماعية اليوم قبل السفر لمعسكر الإمارات. النادي الأهلي بيستعد بشكل جيد جدا قبل ما يرجع بقى بعد بطولة أمم أفريقيا، عنده لقاء مهم جدا بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد. نتمنى النادي الأهلي إن شاء الله يستعد جيدا قبل ما يسافر للإمارات، عنده ماتشين هناك هيكونوا في الإمارات، إن شاء الله الأهلي كمان يقدر يستغل اللقاءين دول بشكل جيد ويكون جاهز للفترة المقبلة. نطلع فاصل سريع بعد الأخبار المحلية ونرجع نكمل أخبارنا، استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره العالميه. دلوقتي نروح لاهم لقاءات اليوم. اول لقاء في كاس السوبر الايطالي في نصف النهائي تحديدا نابولي وفلورنتينا هيكون النهارده الساعه 9 مساء. نروح لكاس ملك اسبانيا اونيونيستا سلامانكا في دور 16 امام برشلونه الساعه 8:30. واتلتيكو مدريد وريال مدريد بقى وديربي مهم جدا الساعه 10:30. نروح لكاس امم اسيا الجوله الثانيه سوريا استراليا 1-0 الاسترالي لقاء انتهى. الهند وأوزبكستان فوز اوزبكستان 3-0. واخر لقاء بقى فلسطين والامارات لقاء عربي مرتقب هيكون الساعه 7:30. هنبدأ من منتخب فلسطين اللي أنهى استعداداته قبل المواجهة المصرية ضد منتخب الإمارات في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا. منتخب الفلسطيني خسر من إيران بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى، وبالتالي محتاج يحقق نتيجة إيجابية علشان يحافظ على حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. لكن بكل تأكيد المواجهة مش هتكون سهلة أبدا أمام المنتخب الإماراتي اللي بيعتبر بقى من المرشحين للتأهل من المجموعة اللي بتضم معاهم هونج كونج وإيران، ولكن نتمنى نشوف لقاء قوي بين الأشقاء العرب. نروح لمنتخب الإمارات اللي خاض تدريبة أخيرة كده امبارح استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين، وطبعا المعنويات عالية جدا لمنتخب الإماراتي بعد الفوز على هونج كونج بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى. بيسعى الفريق الإماراتي لتحقيق الفوز الثاني ليه وضمان التأهل لدور 16، ولكن المواجهة مش هتكون سهلة زي ما قلت لحضراتكم. منتخب فلسطين برضو جاي عايز يفوز، وهو كمان جاي من خسارة، إمارات كسبان فلسطين خسران نتيجة 4-1، وهدفه يفوز في اللقاء ده. في اللقاء بكل تأكيد هيكون ممتع، واللي أنا شايفه وأتوقع يكون فيه غزارة تهديفية. لسه مع منتخب الإمارات، واتكلم بابلو بنيتو مدرب الفريق عن صعوبة مواجهة المنتخب الفلسطيني، واتكلم كمان عن اختياراته في أو اختياراته بقى في جايزة ذا بيست من الفيفا، ورفض فكرة إن هو ما اختارش الأرجنتيني ميسي لأنه مدرب برتغالي. تعالوا نشوف تصريحاته إيه ونرجع نكمل كلامنا. تكون خلصت فقرتنا العالمية، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل أخبارنا، استنونا. منتخب اليد يختتم استعداداته لمواجهة الكونغو غدا في أمم أفريقيا، وهنبدأ بالحديث المهم عن منتخبنا والبطولة بتصادفها مصر حاليا، بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، حيث يختتم بقى منتخب مصر لكرة اليد الرجال يوم الخميس استعداداته لمواجهة الكونغو برازافيل في مباراة المقرر أن تجمع المنتخبين غدا الجمعة في ثاني مواجهات المجموعة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتقام مباراة منتخب مصر مع الكونغو برازافيل الساعة 6 مساء قبل أن يختتم منتخبنا منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول أمام الكاميرون الأحد القادم في نفس التوقيت. ونجح منتخب مصر لكرة اليد أمس في تحقيق الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 33-15 بأول مواجهات منتخبنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. خلينا نروح كمان لنتائج بقى الجولة الأولى كلها بقى في بطولة أفريقيا اليد، وقيمت أمس 8 مباريات في الجولة الأولى قد جاءت نتائجهم على الحد التالي. الجزائر والجابون 31-27، فوز الكونغو الديمقراطية على زامبيا 40-21، فوز تونس على منتخب كينيا 59-18، فوز الرأس الأخضر على رواندا بنتيجة 52-27، فوز المغرب على ليبيا 30-25، فوز الكاميرون على كونغو برازافيل 25-21، فوز أنغولا على نظيرها المنتخب النيجيري 26-24، فوز منتخب مصر على غينيا 33-15. دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة وان شوت.
في بداية حلقتنا بدأنا الكلام عن منتخبنا الوطني، وفي الختام أيضا هنختم بالمنتخب الوطني، مباراة المهمة أمام غانا النهاردة. الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم وعبر منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت بوست معبر جدا عن كل جماهير الكرة المصرية. كتبت: مش بس 11 لاعب، دول 100 مليون بقميص منتخب مصر، لسه عنينا على الكاس. عايز أضيف حاجة، هم مش بس 100 مليون، دول أكتر من 100 مليون من جماهير الكرة المصرية المصريين، وكمان من عشاق منتخب مصر. إن شاء الله النهاردة منتخب مصر يقدر يحقق فوز مهم جدا، ونحتفل كلنا ونرفع علم بلدنا عالي بعد لقاء اليوم. كده خلصت حلقتنا النهاردة من أخبار أون تايم، ويبدأ بقى كل واحد يشوف هيتفرج النهاردة زي على الماتش. ماتش منتخب مصر بيكون ليه طقوس خاصة، المهم في النهاية النهاردة الفوز يكون لمنتخبنا. كلنا ثقة في لعبتنا، كل اللي محتاجينه منهم نبذل أقصى جهد عندنا، وإن شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا. وبكرة نقول مبروك لمنتخب مصر. سلام.